بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين في الدنيا. جئناكم اليوم بهذا الفيديو الذي سوف ننشر به كلاما أرجو من الجميع أن يستمع إليه إلى آخر الفيديو، ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أقول في البداية بأن هذا الفيديو هام جدا جدا لكل قنوات اليوتيوب، كل منشئي محتوى اليوتيوب الذين يعملون الحفلات خاصة والبث المباشر خاصة أيضا، وهو يخص النساء وهو بعنوان المال الحرام. اليوتيوب عبارة عن معترك دائم، فيه من يصف نفسه بالملك، وفيه من يتصرف تصرف الفئران، وفيه من يدعي أنه مظلوم، وفيه من يدعي القوة، والحقيقة جميعهم عار على المجتمع المصري بل والعربي. شو هالمحتوى اللي بتقدموه؟ سب وقذف في الغير، فضح الحياة الشخصية للغير، انتهاك حرمة الحياة الخاصة للغير. أيا ما كان الشخص الذي يتناول أو الشخص المتناول من وقيم من يساهم في استمرارية تلك الأحداث المخالفة لكل مبادئ وقيم المجتمع المصري والعربي، وأساء لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من يدعم ذلك؟ متابعين يقولون الله عليك يا فلان، وهو يفضح عورات غيره، يعني بيطلع البث المباشر وبقعدوا يسقفوا له كله الله عليك يا فلان عليك يا فلان، هو قاعد بسب وبقذف الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم أكثر من الشيطان، يدعون الخطأ ويدفعون لاستبراره. من أنتم بحق السماء؟ من أنتم بحق الله؟ وكيف تنامون بضمير مرتاح؟ وكيف يعيش متلقي الأموال التي تدعم سب وقذف الآخرين ويعد بذلك مال حرام، لأنه ناتج عن دعم النميمة وسب أعراض الناس والنيل من شرفهم واعتبارهم؟ أيها المتابعون الكرام لتلك القنوات، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الدنيا مجرد نفس خارج قد لا يدخل مرة أخرى، راعوا ربنا رب العالمين. هذا مال حرام، والله العظيم أقسم بالله أنه مال حرام، كل ما تعملونه مال حرام، يأتيكم من اليوتيوب مال حرام، السب والقذف والشتم. وهنا نوجز ما هو المال الحرام: إن أكل الأموال بالباطل أوجها له أوجه كثيرة من الغش والسرقة والاحتيال والرشوة والكمار والزنا والاحتكار ونحو ذلك، ولكن كثيرا من الناس لا يأكلون الأموال عيانا بيانا، وإنما يأكلونها بطرق ملتوية ويتأولون تأويلات فيستحلون الحرام بالحلال. أيها المتابعون الكرام، كلمة أوجهها لكل القنوات على اليوتيوب: أنا الإعلامي عماد زيد من فلسطين، لا أخاف في الله لومة لائم، أقول لهؤلاء الذين يشتمون ويسبون أعراض الناس سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أقول لكم كل قرش كل دينار كل دولار يدخل إلى جيوبكم هو مال حرام، هو مال حرام بما تحمل الكلمة من معنى. أرجو أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، أرجو أن ترجعوا إلى ضميركم، حكموا ضميركم. أنتم عندكم أمهات، عندكم أخوات، عندكم بنات، خافوا عليهم قبل أن تخافوا على غيركم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في عيالكم، اتقوا الله في أنفسكم أولا وأخيرا. إن الله يمهل ولا يهمل، وأقول لتلك السيدات: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، قولوا إن الله يمهل ولا يهمل، فإن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل
تزلزل السماء والأرض، رفعت من عدالة الأرض من ظلم أهل الأرض إلى عدالة السماء. قولوا حسبي الله ونعم الوكيل. كان معكم أخوكم الإعلام عماد زيد، أرجو أن تقوموا بتعليقاتكم وتورينا تعليقاتكم وماذا ستقولون في هذا الفيديو. هذا الفيديو أريد أن أشكر أخي المستشار أشرف فرحات على هذا الكلام الجميل الذي قاله، وشكرا جزيلا لكم لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.